ونروح مع حضراتكم لصورة المساء. النهاردة صورة بقى دايما بنجيب لحضراتكم يعني صور ليها أبعاد إنسانية وأبعاد اجتماعية وأبعاد سياسية. الصورة النهاردة صورة تظهر قوة الصحافة، قوة المصور الصحفي، قوة الصورة لما تكون صورة صادقة من إنسان مهني عايز يشتغل فعلا ويظهر الجوانب التي يراها أمامه. مصور محترف صحفي التقط هذه الصورة. طيب أهمية الصورة إيه؟ هذه الصورة حركت العالم وحركت الولايات المتحدة الأمريكية وفتحت الباب أمام اللاجئين الفيتناميين. خلينا نشوف مع حضراتكم الحكاية. الحكاية النهاردة أطلق عليها قارب بلا ابتسامات. طيب هو يعني ماهر عرضنا الصورة على طول أهو. طيب هذه الصورة زي ما حضراتكم شايفينها. طيب أجل الصورة دي شوية ماهر، هات لي صورة المصور. المصور اسمه إيدي آدمز. هذا المصور التقط إحدى الصور اللي هنعرضها مع حضراتكم. ده مصور يعني بيشتغل في وكالة أسوشيتد بريس، عنده الكاميرا بتاعته بيلف في السبعينيات والثمانينيات في دول العالم المختلفة ليلتقط صور الحروب والمعارك. في أثناء الجولات بتاعته التقط مجموعة من الصور، الصور دي متعلقة بهذا المصور، خدت مجموعة منها أكثر من 4 أو 5 صور جوائز دولية وعالمية ووثقت كأفضل صور. صورة النهاردة دي صنفتها مثلا التايم الأمريكية كواحدة من أفضل 100 صورة في التاريخ. إيدي آدمز هو اللي التقط هذه الصورة. إيدي آدمز حكايته إيه مع الصور؟ في نهايات السبعينيات والثمانينيات كان فيتنام كانت بتمر بمجموعة من المشاكل، ويعني مش هندخل في تفاصيل الأزمات اللي كانت بتمر بيها، لكن الخلاصة خلاصة حرب وخلاصة أوبئة وخلاصة ضغوط وخلاصة قهر وخلاصة شيوعية قاتلة وخلاصة حاجات كتير أدت إن شعب فيتنام تشرد وأطلق عليه شعب القوارب، لأن هم كانوا بياخدوا القوارب ويمشوا في البحر يروحوا يلفوا على البلدان أقرب مكان يستقبلهم. لاجئين مشردين مشتتين مطرودين من بلدهم أو هربانين من الضغط اللي موجود في فيتنام أو القهر بأولادهم. القوارب دي كانت شغلانة الرجل اللي قدامنا ده، إيدي آدمز المصور العبقري ده، إن هو يلف على الأماكن اللي فيها استقبال اللاجئين. كان موجود في الوقت ده فين؟ في تايلاند. وهو في تايلاند كان بيطلع مع القوات البحرية وقوات السواحل اللي بيتحركوا في البحر عشان يشوفوا اللاجئين اللي عايزين يدخلوا بهجرة غير شرعية إلى تايلاند. فكان موجود في واحدة من التحركات دي أو من المهمات دي. وبعدين بيقول إيه بقى؟ بيقول أنه أثناء الاقتراب من نهاية الحد البحري بتاع تايلاند لقوا قارب موجود في البحر. هاتولنا بقى صور القارب، عليه مجموعة كبيرة. دي مجموعة من الصور اللي تم التقاطها، لكن مش هي الصور اللي فازت، بس أنا بجيب لحضراتكم الحكاية بصور تم التقاطها أخرى لقوارب أخرى. قال إن إحنا اقتربنا فلقينا قارب عليه 49 شخص. قال ال 49 شخص دول، ده اللي بيحكي إيدي آدمز، قال ال 49 شخص دول من فيتنام، نصهم أطفال ونصهم من السيدات وثلاثة أربعة منهم من الرجال يعني كبار. فقال إنه قربوا منهم، وبعدين المجموعة دي طلبوا ان هم يدخلوا الى الشواطئ التايلاندية، ولكن البحرية التايلاندية رفضت وطردتهم لحد ما خرجتهم خارج المنطقة بتاعتها. فلما خرجوا خارج المنطقة المصور ده يعمل ايه؟ قال لهم لو سمحتوا ممكن اركب معاكم، فبقى هو الراكب رقم 50. بيحكي ذكرياته إيدي آدمز وبيقول انه هو قاعد بيقول احنا ما كانش في مجال ان انت تتحرك، احنا كلنا قاعدين مزنوقين. بيقول دايما لما بروح اماكن الحروب والصراعات كانوا الاطفال مهما كان المشهد حواليهم بيجوا للكاميرا بتاعتي ويبتسموا ويضحكوا، فانا كنت بوثق اللحظات دي ان الاطفال مش فارق معاهم. بيقول لا، اطفال القارب ده ما كانوش بيبتسموا، كان بيسيطر عليهم الخوف والالم، وانه تألم جدا من مشهد انه طفل شايف الكاميرا لكن لا يبتسم للكاميرا. قال بدأت التقط مجموعة من الصور، صور مؤثرة، عيشت اليوم بتاعهم شكله ايه، وتاني يوم وصلت البحرية التايلاندية انت خدت إيدي آدمز ورجعت. قال لما رجعت عمل ايه بقى؟ شوفوا قوة الصحافة وقوة المصور الصحفي. خد الصور دي بعتها للوكالة بتاعته، الوكالة بتاعته وزعت الصور على الصحافة الأمريكية، الصحافة الأمريكية وزعت الصور على أو يعني خرجت منها الصور إلى الصحافة العالمية. إيه كانت الصورة؟ هات لنا الصورة بقى يا ماهر. هذه الصورة، صورة حركت العالم أجمع.
سيدة من فيتنام بتحمل طفلة شبه ميتة، بنتها بقالهم أيام في البحر لا أكل ولا شرب. وكمان من الحاجات المؤسفة إنه البحرية التايلاندية وغيرها من الدول اللي كانت بترفض استقبالهم ما كانوش بيدوهم لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، مجرد إن هم بيطردوهم لحد ما يخرجوا من الحدود بتاعتهم، يعني قهر ما بعده قهر. مهم، التقط هذه الصورة السيدة دي وللطفلة اللي على ايديها ولهذا الطفل اللي يعني مصاب بالهزال الشديد وضعيف جدا ومفيش ابتسامة، حالة قهر وحالة حزن شديدة ويعني موجودة في ملامح السيدة وفي ملامح الطفل وفي سكون الطفلة اللي على ايديها، اللي خلاص هي يعني احنا بنشوف مشهد نهاية. خد الصورة دي وصلها للصحافة الأمريكية وللصحافة العالمية، انتشرت الصورة بشكل كبير جدا، بدأت الناس تنادي باستقبال اللاجئين الفيتناميين. كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتستقبل منهم مجموعات بسيطة جدا تحت ضغط كده معين. هنا خرج، عرضت الصور على الكونجرس الأمريكي، رئيس الأمريكي في الوقت ده قرر قال اسمحوا لهم بالدخول إلى الشواطئ الأمريكية. تحرك هذا القارب إلى الشواطئ الأمريكية، دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية وعليها تم استقبال حوالي 250 ألف لاجئ فيتنامي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم كله، نتيجة لهذه الصورة التي أطلق عليها قارب بلا ابتسامات من الأطفال. صورة بائسة مأساوية مؤسفة تعبر عن هذا القهر اللي بتتعرض ليه المجتمعات اللي بتعاصر الحروب وبتعاصر الأوبئة وبتعاصر المجاعات، مجتمعات المتفككة والمدمرة بيخرج منها اللاجئين بالشكل ده. ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ يا رب كل الدنيا وكل الناس تفضل في بلادها وكل البلدان اللي اتخربت واللي اتأذت ترجع تاني تبقى جنة يا رب بإذن الله. صورة من الصور التي حركت العالم، ترتب عليها أن أوروبا كمان الصين وغيره من دول استقبلوا لاجئي فيتنام وأصبح ليهم حرية العيش، وبعض الدول كمان منحتهم الجنسيات والإقامة الكاملة وتم توفير إعانات بطالة ليهم وغيره من تفاصيل. دي الصورة اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة، خدت أفضل 100 صورة في التاريخ بتصنيف التايم الأمريكية، وقارب بلا ابتسامات. هذه الصورة التقطت سنة 1977.